السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم غالي، نعم اتفضل. لو سمحت سؤال بعد إذن حضرتك. اتفضل. ليه أخ اتكلم عليا كتير وحش وعمل معايا حاجات كتيرة مش كويسة؟ شقيق ولا أخ في الله؟ أخ شقيق. وبعد عمل معايا كل حاجة ممكن تتخيلها. المهم استر على عرضك، قال عليا كلام كتير وحش. اذكر استر على عرضك، قومي هم قتلوا أميم أخي، فإن رميت يصيبني سهمي. هو الوقت راجع عايز يصالحني، بس أنا مش قادر إن أنا أصالحه. أنا ما أذيتوش والله، أنا بعدت عنه وسبته وعشت حياتي وخلاص. طيب هب أنه تاب ويريد رجوعا للزمن، نفتح له باب التوبة أم نغلقها في وجهه؟ لا، مرة واثنين وثلاثة يا شيخنا، وابن الصالح وبيرجع يعمل حاجات أصعب من الأول. طيب، على العموم ممكن تفتح الباب للصلح، لكن لا توسع لصلة دائرة الاتصالات به. والله يا شيخ بيفرط نفسه بعد كده في حياتي، فده اللي انا بحاول ان انا اتجنبه. انا كان بيتي هيتخرب بسببه. لو بيفرض نفسه في حياتك ويدخل في شؤونك، صالح يجي لي البيت ويجي لي الشغل وخلاص بقى نرجع تاني شويه. انت اضرب بنفسك، انت اضرب بنفسك، اذا كان في ضرر ابتعد عن الضرر. شكرا.